العلامه دي تبقى خاصه بالبطايق. العلامه دي خاصه بايه؟ اي حد يجيب لك بطاقه اوتوماتيك على طول. تمام استخدم العلامتين دول. صعبه؟ لا قوم نازل لتحت شويه. صعب كده لتحت شويه. قوم نازل الغطا. سيب لي بقى اعمل حاجه ليك انت عشان خاطر ايه مش تعمل اللي انا بعمله ده عشان ما يتعبكش. بس اللي انا بعمله ده هيوفر عليك كتير. ماشي تعرف تعمل اللي انا عملته ده؟ عايز اشغل بطاقه اعمل ايه؟ نجمه ركزوا معايا نجمه تمام. واحد اوكي مش واحد دي نجمه واحد اوكي صعبه دي واصور اللي هو زر. صورت اول مره هيظل علامه ايه؟ ريد اند. اقوم رافع الباب وقالب البطاقه في نفس المكان تمام. لا اطلع فوق ولا انزل في نفس الايه؟ المكان اهو. وانزل الباب تاني واصور كمان مره تمام. هيظهر لي ريد اند تاني مره أو ملمسها. عيني على كلمة تري تو. أول ما تختفي تعرف إن الورقة تلات. خلصت التصوير أعمل إيه؟ ألغي بي سي عشان ألغي البرنامج اللي أنا اخترته. تمام. كده لغيته وأشوف الصورة. هل عايز أصور بطاقة؟ هنحطها في المكنة. أول هام هنطفي المكنة أهوت. أنا جاي الصبح عايز أشتغل إن شاء الله. أفتح الباب وأشغل الباور أهو. تمام وقافل الباب. المكنه بتسخن معايا. احط البطاقه قدام العلامتين اللي الباشمهندس قال عليهم واقوم نازل تحت شويه. صعبه كده؟ لا. ونزل الغطا. لازم الغطا ده يتغطى. تمام. هتسخن معايا دلوقتي. تحضر. هيظهر ايه زي الكمبيوتر. تمام. هيعمل لي ملفات دلوقتي الشواذ كده. نورت الازرق. هتفتح معايا دلوقتي هنا. ندخل على مربع كوبي. كوبي كوبي اول واحد اهو كوبي. ماشي تمام. ماشي خلاص. يدخل لي على الملفات. اعمل نجمه. هصور بطاقه نجمه واحد اوكي. صعبه دي؟ لا. نجمه واحد اوكي. تصوير اهو. الزراء ايه اللي هو الابيض؟ الابيض. هنا الالوان ده مالناش دعوه بيه. انا مديله بس محبه كده يعني يشتغل. خلاص ظهرت لي علامه ايه؟ ريد اند. اقوم قالب رافع قالب البطاقه في نفس المكان عشان اصور الظهر. تمام. وانزل الباب واصور كمان مره. واصور ايه؟ كمان مره. هيظهر لي العلامه تاني المسها. تمام. عيني على دي. اول ما تختفي تعرف ان الورقه طلعت. خلصت صورة اعمل ايه؟ وممكن الغي دلوقتي طالما هي خلت الريد خلاص اتخزنت جوه. الورقه اهي. تمام. صعبه دي؟ لا تسلم. خلصت التصوير اعمل كده. طيب افترض معلش ايه مثلا؟ معلش صوره ايه فور اي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا فندم. دي ورقه ايه فور اي. وش واحد مش وش وايه؟ وش واحد. وش واحد. قوم حاططها كده. لازم تتحط كده. تمام. لاجي كده ولا كده ولا كده. لازم اول اهو. ونزل الباب بالراحه. خلاص والغي اي حاجه ايه غلط. خلاص عايز كام نسخه مثلا؟ واحد اثنين مثلا. بكتب اثنين العدد اهو. اثنين واتكل على التصويره. تمام. شوف. بس كده. لا السي زي العداد الاله الحاسبه. السي بتكنسل الارقام. السي بتلغي اي حاجه غلط. طب لو السي ما لغتش اقوم متك هنا مره واحده هيطلع لي بره. هتك على الكوبي نرجع تاني للامر. صعبه دي يا مدير؟ لا. طيب الحمد لله كده عرفنا تصوير البطاقه ازاي. تصوير الورقه الواحده وش واحد ازاي. تمام. الوش واحد بتحطيها ما اختارش اي حاجه خالص. الغي بس السي ايه بس الغي واتك التصوير على طول او العدد اللي انا عايزه. طيب نفترض ما علينا اعتبر دي ان ده ايه؟ ان ده وش وده. ماشي. لما حطيتها فوق كده بص حضرتك خلي بالك شايف الشبك الشرط دي؟ تمام. انا شلتها كده بتدي اشاره ان في ورق فوق. الله ينور عليك. طب لو انا دلوقتي عملت كده وجيت اصور هتطلع بيضه لان الشرط ما ظهرتش. لازم الشرط تحس بالورق. ايوه.
خلاص حاسه تاني. عايز اصور وش وضهر، نعملها وش وضهر ثواني. سيبك بس ما تصورش دي ماشي، بس انت مش تحتاج انا اعملها لك انا لسه. عايز اصور ورقه وش ودار او مذكره وش ودار تكون جميله ونظيفه زي دي كده مش متطبقه. يبقى نجمه اتنين، نجمه اتنين، نلمس اتنين. اوكي تصوير. دي اللي قصدك عليها صح كده؟ خلاص صورنا من هنا تمام. اما اخلص التوريتي وتروان تختفي تعرف ان الورقه طلعت. خلصت الصوره اعمل ايه؟ كنسل. سي برافو عليك. بس ماشي الصوره طلعت كده طلعت بسم الله ما شاء الله تمام ماشي يا فندم. طيب نفترض معلش بقى سامحوني بالكلمه بقى نجيب الطبق تمام. هينفع اصورها من هنا؟ لا طبعا ما تقفش لفوق. طيب. يبقى نعمل بقى نبتدي من تحت ماشي، نعمل لها برنامج اخرى. هنبتدي بقى نصور دي وش وضهر تمام. نبتدي بايدينا على قد ما نقدر، حط من اول المكان اللي احنا قلنا عليه ماشي، اول مكان صعبه كده وانزل الباب والغي كده واعمل نجمه ماشي ثلاثه اوكي. واسم الجواز سيان تمام. اسمه الجواز طبعا بتبقى كبيره شويه. هتخش على ايه؟ كوبريتيو تصغريه تمام، تخليها لغايه 90 بس وتك اوكي وتصور عادي. الجزء ده كده هو الخاص بالتصغير والتكبير. الله ينور عليك. اهي اهي المربع ده تمام اللي هو ال 100%. الله ينور عليك ماشي. كما عايزين نصور بقى نصور هيظهر لك ريد انت تمام. زي خاصيه البتاع نقلبها في نفس الايه؟ نفس المكان اهو كده الاتجاه للتاني واصوره تمام اهو. صعبه دي يا زبون؟ لا تمام. نفس خاصيه بتاعتي اللي في نفس المكان لا كده ثواني. دي ورقه حشر. كنت لسه اسالك دلوقتي لو في حشر. بس لو ورقه حشرت هنا بابا عامل بص ايدي فين؟ وايدي بالراحه بالراحه جدا. مش هو عامل كده اخلعه في ايدي اكسره. ممكن الاقي ورقه هنا، ممكن الاقي ورقه هنا، ممكن الاقي ورقه هنا. الف البقره دي بالراحه هتتصاد معايا. طب هنا لو في ورقه محشوره هنا بفتح باب ده كده، ده المانوال ده درج برضو ماشي مالناش دعوه بيه. انا اهو تاني دي ودني اهي بفتحها تمام. وهنا ابتدي دي فيها تمام. واحط بقى بص كده ممكن الاقي ورقه هنا تمام. طب ما لقيتش هنا قافل قافل ودي ادخل على السخان. ادي السخان امسك بالراحه عشان ما اتلسعش. تمام ما منش دي جوه البكره بتاعتها فين؟ اهي معايا يا باشا تمام. طب ما لقيتش هنا اللي هو زعمها لا ولا هنا ممكن الاقي ورقه هنا على رول التايمنج ده بقى تاني نعمل كده لغايه ما تقع لغايه كده ما تقع تمام لغايه ما ايه ما تقع منها. هشوفها تاني نعمل كده. طب لو ورقه ماسكه هنا او فاتح الباب ده كده ايوه ممكن الاقي هنا او الاقي تحت او ممكن الاقي هنا هنا. خلصت تصويري كده تمام تمام. طيب لو انا سبت المكنه ورحت جبت طلب من بره ورجعت لقيتها فصلت لوحدها، عيني دايما على الزرار ده، عيني دايما على الزرار ده. لو بايدي معايا اصفر وكده اعرف ان هي خدت وضع الايه؟ الانتظار تمام. طب ما خدتش وضع الانتظار او ممشي قاعده على التاتش كده هتنور معايا تمام ماشي يا كبير زي الموبايل بالظبط تمام. وده بيفصل برده المكنه زي الداخلي بس من رايي خليك شغل داخلي او خارجي احسن. وممكن الاقي حشر هنا بص دي ودني كمان دي ودني شايفين اهي دي ودني صعبه اهي ده كده تمام. ممكن الاقي ورقه جوه هنا ايوه ما لقيتش ام راجع كل حاجه ثانيه اهي. طب ثواني اتفضلي ساعتها دلوقتي نفتح من هنا ايوه تمام ايوه الدكة هنا أيوة. ارجع دي كده بالراحه ممكن الاقي ورقه جوه مش شايله بالراحه. طب السحب من هنا بالايد عادي تمام. لكن لو هنا البكره بتاعتك اهي فين؟ البكره هنا اهي الله ينور كده كده بس اي اتجاه هتطلع معاك اي اتجاه وممكن تبقى كده اهي واعمل كده يعني ممكن اسحبها وهي مقفوله وهي مقفوله بتبقى اقوى كمان تمام.